السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج ديسكوفر KG2 ترم 2 او الترم الثاني، وكنا انهينا المرة اللي فاتت الشرح حتى نهاية page 73 او صفحة 73، والنهاردة هنبتدي نشرح page 74 أو صفحة 74. وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان page 74 هو my journal. my journal يعني الكراسة بتاعتي. احنا عرفنا journal يعني كراسة أو مجلة فنية. my journal كراستي. self portrait يعني الصورة الشخصية بتاعتي، صورتي أنا، بس الصورة دي بتكون مرسومة. portrait يعني صورة مرسومة، ف self portrait يعني الصورة الشخصية الخاصة بي وهي صورة مرسومة طبعا. وهنا بيقول لنا write اكتب about your self portrait، اكتب عن الصورة الشخصية بتاعتك أو اللوحة الشخصية بتاعتك. وأول حاجة موجودة هنا يا أصحابي today's date. today's date يعني تاريخ اليوم، هنكتب هنا تاريخ النهاردة. تاني حاجة بيقول لنا ايه هي الأدوات اللي انت استخدمتها وانت بترسم صورة شخصية لنفسك. فهنا بيقول لنا the medium I used it. medium هنا يعني الأدوات. medium بتيجي بمعنى متوسط، متوسط الحجم، وبتيجي كمان بمعنى أدوات أو وسائل. فهنا the medium I used it يعني الأدوات اللي أنا استخدمتها هي. فهنكتب هنا مثلا pencil، pencil أو القلم الرصاص بتاعنا، و crayons، crayons أو أقلام التلوين بتاعتنا. يبقى احنا استخدمنا البنسل والكرايونز كمان أو القلم الرصاص وأقلام التلوين. ومكتوب هنا I added يعني أنا أضفت. طبعا كل واحد فينا ممكن يرسم البورتريت أو الصورة الشخصية بتاعته بشكل معين، مثلا وهو مثلا بيلعب كورة، وهو قاعد مع بابا ومامته، وهو بيتفسح في البارك، وهو راكب البايسكل او العجلة بتاعته. فكل واحد هنا هيضيف حاجة من الحاجات. فمثلا انا هضيف او هعمل adding لمثلا ان انا كنت بلعب كورة، فهنا هقول I added football. I added football يعني انا اضفت كرة قدم للبورتريت بتاعي او للصورة الشخصية بتاعتي. كل واحد هيرسم بورتريت او صورة شخصية لنفسه وهيضيف في البورتريت ده حاجة من الحاجات، هيكتب هنا هو اد ايه بالظبط او عمل اضافة لايه. وهنا بيقول to myself portrait. to myself portrait للوحة الفنية او للصورة الشخصية بتاعتي. وبعدين بيقول لنا my picture الصورة بتاعتي makes me feel بتخليني اشعر طبعا happy. انا بشعر بالسعادة لما بانظر على السلف بورتريت او الصورة الشخصية بتاعتي. واخر حاجة بيقول لنا هنا the best part الجزء الافضل about my picture is الموجود في الصورة بتاعتي هو ايه. فهقول مثلا the colors او الالوان. افضل حاجة انا استخدمتها وعملتها في السلف بورتريت بتاعتي ان انا استخدمت الالوان السليمة في الاماكن بتاعتها. فهنا هقول the colors او الالوان. وبكده نكون انهينا البيج دي، نتنقل للبيج اللي بعد كده. خليكم معايا ونوصل لبيج 75 او صفحة 75 وعنوانها you are invited. invited يعني مدعو الحفلة من الحفلات. ف you are invited يعني أنت مدعو لحفلة من الحفلات، أنت مدعو علشان تحضر مناسبة من المناسبات. فهنا بيكلمنا طبعا إزاي نعمل invitation أو دعوة. مثلا لو هنعمل حفلة، مثلا لو كانت birthday party أو حفلة عيد ميلاد أو أي حفلة من الحفلات، فبنعمل invitation يعني دعوة نبعتها للناس اللي احنا عايزينهم يجوا يحضروا الحفلة دي أو المناسبة دي. فهنا بقول له You are invited يعني أنت مدعو. ومكتوب هنا create يعني انشئ. Your invitation الدعوة بتاعتك. In the space below يعني في المسافة أو في المساحة الموجودة بالأسفل في المربع ده. فاحنا هنعمل create هنا أو هننشئ
الانفيتيشن بتاعتنا في المربع ده. فنرسم هنا صورة مثلا تعبر عن البارتي او الحفلة اللي احنا عاملين ليها الانفيتيشن دي، ولتكن مثلا بيرثداي بارتي او حفلة عيد ميلاد، فنرسم هنا صورة لحفلة عيد الميلاد، وهنكتب هنا تحت الصورة دي you are invited. you are invited يعني انت مدعو، وهنقول to attend. to attend لحضور. a birthday party. a birthday party حفلة عيد ميلاد. وطبعا اي invitation يا اصحابي بيكون ليها date او تاريخ، يعني يوم محدد انا بقول له تعالى احضر الحفلة دي، وكمان بيكون في ساعة محددة. فبقول له مثلا Saturday 10th of May. Saturday يعني يوم السبت، 10th of May. 10th of May العاشر من شهر مايو. وطبعا at 7 o'clock. at 7 o'clock الساعة 7 مساء. وفي الاخر هنا بكتب اسمي علشان يعرف مين اللي بعت الانفيتيشن دي، فبكتب مثلا حسام، لو اسمي عبدالله بكتب عبدالله، لو اسمي احمد بكتب احمد، وهكذا. ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معايا. ونوصل لبيج 77 او صفحة 77، وعنوانها sculptures او فن النحت. sculptures يعني فن النحت. ازاي في حاجة اسمها sculptures او فن النحت، وهو ازاي الفنانين بينحتوا تماثيل من الصخور او من المعادن او من المواد المختلفة. في فنانين بيتميزوا ان هم عندهم فن النحت ده، بيبقى فيه جوه عقلهم صورة معينة عايزين يطلعوها، فبيجيبوا قطعة من الصخور او من المعدن او من اي مادة، ويبتدوا ينحتوها لحد ما يطلع قدامنا منحوتة جميلة وبتبقى تمثال في الاخر. فهنا بيكلمنا عن الفن ده وهو فن النحت او sculptures، وبيقول لنا هنا look at، انظر على the sculptures المنحوتات below الموجودة بالأسفل. What do you think ما الذي تعتقد، ما الذي تفكر فيه. The artist is communicating، الفنان اللي عمل المنحوتات دي كان عايز يوصل ايه. In each sculpture في كل تمثال منحوت من المنحوتات دي. ومدينا هنا يا أصحابي 3 pictures أو 3 صور. أول صورة فيها راجل قاعد بيقرا جورنان او مجلة، وطبعا كأنه قاعد على ديسك او مقعد، يعني في بارك او في متنزه او في طريق من الطرق، ففي حد كمان من الناس معدي كان بيبص وبيشوف ايه شكل التمثال العجيب ده. طبعا هنا الارتست او الفنان كان عايز يوصل حاجة مهمة جدا، وهي اهمية القراءة او how the reading is important او ازاي ان القراءة مهمة جدا. طب الصورة التانية يا اصحابي فيها كات او قطة صغيرة ماشية على سور من الاسوار، وهنا طبعا الكات كأنها بتبص عليك. فانا اعتقد ان الارتست او الفنان هنا كان عايز يقول لنا how are the cats beautiful او قد ايه القطط شكلها جميل وجميلة، حتى وهي بتنظر لك بيبقى شكلها جميل. اما الصورة الثالثة ففيها فيروس كينج او ملك من ملوك الفراعنة، والصورة دي موجود فيها طبعا ملك فرعوني قديم. فطبعا انا اعتقد ان الارتست هنا او الفنان هنا كان عايز يسجل حاجة تاريخية مهمة او historical event او حدث تاريخي مهم. فبكده احنا قدرنا نعمل لوك او ننظر على each picture او على كل صورة، ونفكر الارتست او الفنان كان عايز يعمل communicating او توصيل لايه بالظبط في كل picture او في كل صورة. وبكده نكون انهينا درس النهاردة. اتمنى ان انت تكون استفدت من الدرس. لو اعجبك الدرس اعمل لايك. اتمنى الاقي 1000 استفادوا او 1000 تحت الفيديو. والاهم انك تشارك الدرس مع اصحابك علشان الكل يستفيد. ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان، وانا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.